أصلي مع الجماعة فسهوت في صلاتي، هل يجوز لي أن أسجد للسهو بعدما يسلم الإمام؟ نعم. كنت أصلي مع الجماعة فسهوت في صلاتي، هل يجوز لي أن أسجد للسهو بعدما يسلم الإمام؟ أي نعم، المسبوق إذا سهى مع الإمام أو سهى بعد صلاة بعد ما سلم الإمام فيما قام يصليه يسجد للسهو عند سلامه. نعم.